زعلت مشمشي مني تزعل. هاي اللعبة لإلي. أنا حر، حر بديش ألعب حتى فيها، حر أنا. تزعل، مع السلامة، تروح وين بدها. شو السير شو السير ملك يا مشمش؟ مرحبا. شو السير ملك عم تحكي لحالك يا حيا؟ مشمشي، لحظة لحظة بس، إذا سمحت نسلم على الحلوين. مرحبا يا أطفال يا حلوين، أنا اسمي حيا راشد من شفو عامر، ومعاي مشمش. مرحبا يا حلوين، مرحبا. اليوم احنا يا مشمش رح نتحدث انا ومشمش مع بعض، وبعدين رح احكي له قصة الفتاة من الفضاء الخارجي، وبعدين رح نحكي عن اتخاذ القرارات. اتخاذ قرارات يا حياة؟ اتخاذ قرارات يا مشمش، وبالاخر رح احضرك فيديو انا. واو، وفي نهاية اللقاء بدنا نلخص لقائنا لليوم ونودع الحلوين. تفضل، اسا بسمعك. مالك؟ اسمعي يا حياة، اسمعي. قال هاي اللعبة، شايفتيها هاي اللعبة؟ هاي من مصروفي انا، انا اشتريتها من مصروفي الخاص. قالوا مشمشي زعلت لاني بديش العبها فيها، وبس مسكتها اخذتها منها. بديش العب فيها. طيب يعني انت مبسوط انت هيك كيف مشمشي زعلت وراحت؟ لا، ومش انا كثير مبسوط، بس هي إلي يا حياة، إلي. طيب ممكن أسألك سؤال آخر؟ إذا أنت مسكت مشمش اللعبة، شو راح يصير يا مشمش؟ فكر معي. شو راح يصير؟ كانت يا حياة بتلعب معي، مرة أنا بلعب ومرة هي بتلعب، وبس يكون معها لعبة بلعب فيها. معناته مين كان أحسن؟ أي قرار كان أحسن، إنك تمنع عنها اللعبة ولا تشاركها؟ شو هذا بتقولي لقرار أنت؟ لازم أنت يا مشمش تتخذ قرار صحيح. شو يعني اتخذ قرار يا حيا؟ منين بتجيبي لي هي الحكي؟ اسمعني، أنت كان عندك مشكلة، مشكلتك هي إنك أنت رفضت إنه تمسك مشمش اللعبة. بديش أمسك هاللعبة، وبعدك بتقول بديش أمسكها، وأنت هي مشكلتك صح؟ كان عندك خيارين، يا إما تمسكها وتفكر لما بتمسكها شو راح يصير، يا إما ما تمسك هاللعبة وساعتها بدك تفكر يا مشمش شو راح يصير. يا بيي يا حياة، خربطتي لي عقلي، شو الحكي طيب؟ بطيخة صار راسي، اختيار وخيار، وشو هذا اللي بتحكي؟ تعرف شو يا مشمش؟ بدي أحكي لك قصة. إيه؟ قصة يا حياة قصة؟ قصة يا مشمش، راح أحكي لك قصة فتاة من الفضاء الخارجي. فضاء خارجي كمان؟ يا ربي يا ربي، يلا يا حياة احكي لي احكي لي. تفضل اسمع. كان يا مكان في قديم الزمان فتاة اسمها لينا. لينا كانت تعيش مع والديها على كوكب المريخ. كوكب المريخ يا حياة؟ على كوكب المريخ، وهذا اليوم كان مميز جدا جدا للينا، لأن لينا ستسافر مع والدها إلى كوكب الكرة الأرضية في المركبة الفضائية. ياي ياي ياي. في المركبة الفضائية سألت لينا والدها: أبي، كيف يتصرف أولاد الكرة الأرضية؟ كيف يتصرف أولاد الكرة الأرضية؟ كيف يعني كيف؟ قال لها أبوها: راقبي أولاد الكرة الأرضية وتصرفي مثلهم. لينا عندما وصلت إلى كوكب الكرة الأرضية كان عليها أن تنتظر والدها في حديقة الألعاب، وبعد أن ينهي عمله يأتي ليأخذها إلى الكوكب. عندما وصلت إلى حديقة الألعاب رأت لينا زحليقة كبيرة جدا جدا وتلمع. دهشت لينا وقالت: ياي ياي زحليقة. اقتربت من الزحليقة، كانت هناك في أعلى الزحليقة تجلس فتاة. وهذه الفتاة لم تتحرك أبدا. ماذا فعلت يا حياة؟ انتظرت لينا وانتظرت، لكن الفتاة لم تتحرك من مكانها. وأخيرا اقتربت منها لينا وقالت: مرحبا، أنا اسمي مينا، هل بإمكانني التزحلق؟
ماذا؟ تتزحلقين؟ لا، هذه زحلقة لي. كما إن اسمك مضحك جدا جدا. اذهبي من هنا. غير لطيفة يا حية، غير لطيفة. ماذا فعلت لينا؟ لينا دهشت وتذكرت ما قاله والدها. أنت مضحكة واسمك مضحك أيضا. هيا اذهبي من هنا، هذه زحلقة لي أنا. يا الله يا الله. سمع حارس الحديقة صراخ لينا والفتاة وحضر مسرعا. ابتعدت لينا عن الزحليقة وذهبت إلى مكان بعيد، وبعد ذلك عادت إلى الزحليقة فرأت ولدا. اقتربت منه وقالت له: مرحبا، أنا اسمي لينا. واو. ماذا قال الولد؟ ماذا قال يا حياة؟ ماذا قال؟ اسمع يا مشمش. نظر الولد إليها وقال: أهلا أهلا، أنا اسمي سامي، ماذا تريدين؟ أنا أريد تزحلق، هل بإمكاني أن أتزحلق سامي؟ طبعا تفضلي تزحلقي. تزحلق سامي وتزحلقت لينا. ذهبا معا إلى السلالم وإلى حوض الرمل، لعبا في كل الألعاب. وبعد ذلك استأذنها سامي وعاد إلى البيت. بقيت لينا على الزحليقة لوحدها تراقب كل الحديقة وتشعر بالسعادة والفرح، فهي أصبحت الآن الوحيدة بالحديقة. ياي ياي ياي. فجأة، ماذا حدث يا حية؟ ماذا حدث؟ اقترب ولد وقال لها: مرحبا، أنا اسمي علي، أريد التزحلق. ماذا فعلت لينا يا حية؟ ماذا فعلت؟ فكرت لينا وقالت: هل أتصرف مثل الفتاة؟ أم أتصرف مثل سامي؟ لا 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 لا، مثل سامي يا حية، مثل سامي، أرجوكي أرجوكي يا حية. لحظة يا مشمش، لحظة. لينا قررت أنها تتصرف مثل الفتاة، فقالت له: اذهب من هنا، هذه الزحليقة لي، كما أن اسم علي مضحك جدا جدا، اذهب من هنا. فغضب علي وتشابك مع لينا. ذهبا إلى السلالم، تقاتلا وتشابكا. لم تشعر لينا بالسعادة بتاتا، حتى عندما عاد والدها من العمل ركضت نحوه وقالت: أبي أرجوك، هيا نعود إلى كوكب المريخ. أطفال الكرة الأرضية غير لطيفون، لن أعود إلى الكرة الأرضية أبدا يا أبي، أبدا. نظر إليها والدها وقال: هل جميع أطفال الكرة الأرضية غير لطفاء يا لينا؟ فكرت لينا وقالت: لا، سامي يا لينا، سامي كان اللطيف يا لينا. صحيح يا مشمش، تذكرت لينا سامي، تذكرت سامي وقالت: ماذا حد يحدث لو تصرفت مثل سامي ولم أتصرف مثل الفتاة؟ تعال نشوف هذا الاختيار الثاني كان لإلها. فلينا سمحت لعلي بأن يتزحلق على الزحليقة، وحتى عندما كان يبطئ التزحلق كانت تعد له حتى 5 وبعد ذلك تتزحلق هي. يا الله، وعلى السلالم يا حيا، وعلى السلالم. لعب على السلالم في حوض الرمال وفي على كل الألعاب، وعندما شعرا بالعطش توجها لشرب الماء. ولكن ماذا يا حيا؟ ماذا؟ كادت لينا أن تدفع بعلي. وهل دفعته يا حيا؟ هل دفعته؟ لا 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 لا، تذكرت لينا تصرف الفتاة الغير لطيف، لذلك قررت أن تدعى علي يشرب الماء أولا وبعد ذلك تشرب هي.
واستمر في اللعب، واستمر. عاد أبوها من العمل ونادى عليها، لكن لينا كانت مشغولة مع من؟ مع علي. مع علي، صحيح، كانت مشغولة مع علي وكانت مستمتعة جدا. ناداها الأب مرة أخرى فذهبت إليه واحتضنته، وعندها اقترب علي وقال علي: عمي عمي تفضلا تفضلا. ها؟ تفضلا على ماذا يا حي؟ على ماذا؟ لقد دعا علي لينا وأباها لتناول العشاء في بيته. يا الله يا الله. وتحدثت لينا عن كوكب المريخ، وتحدث علي عن كوكب الكرة الأرضية، وبعد ذلك ودعا علي وولد ووالده ووالدته وعاد إلى كوكب المريخ. واو واو يا حياة. حياة؟ نعم مشمش. إيش أنا فهمت عليك، يعني أنا يا حياة لازم كنت أول شغلي أفكر. أنا لازم أختار اختيار مناسب. أول إشي مشكلتي إنه أنا ما بدي مشي تمسك اللعبة. صح، وكان عندك خيارين، يا إما تسمح لها يا إما لا. صحيح 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 يا حياة، بس أنا اخترت الاختيار الغير مناسب. مش مشكلة يا مشمش، إحنا بنتعلم من أخطائنا. دايماً الإنسان قبل ما يتخذ قرار لازم شو يعمل؟ يفكر، صح؟ بس يا حياة بس يا حياة بس يا حياة. نعم يا مشمش. نعم تفضل احكي. بس يا حياة بس يا حياة. مالك يا مشمش؟ بس يا حياة أنا مش فاهم عليك، أنت قلتي كوكب المريخ، شو يعني كوكب المريخ؟ كوكب المريخ، مش إحنا عايشين على كوكب الكرة الأرضية؟ في كمان كواكب أخرى. كواكب أخرى؟ إحنا في مجرتنا في عنا 8 كواكب. أوهو 8 كواكب. نعم، و8 كواكب تدور حول الشمس، هي نجم كبير 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 كبيرة اللي بتزودنا بالضوء وبالحرارة. الشمس، صح صح صح، الشمس بتزودنا بالضوء والحرارة. حولها بدوروا 8 كواكب. من هني يا حياة؟ من هني؟ عطارد، زهرة، الأرض، مريخ، مشتري، زحل، أورانوس، ونبتون. واو، بس أنا ولا مرة سمعت عنهم يا حياة، ولا مرة شفتهم. طيب اسمعي يا مشمش، أنا اليوم حضرت لك فيديو، بتحبي تشاهده؟ يا 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 طبعا طبعا، بدي اتعرف على الكواكب الثمانية. يلا يا حياة يلا يلا نسمع. اكوكي نحن الكواكب الشمسية، سوف نغني لكم أغنية، غنوا معنا غنوا معنا، عددنا اسمي عطارد، بين الكواكب أصغر واحد، أنا كوكب الزهرة ألمع بالشهرة، الأرض كوكب الحياة، فيها هواء ومياه، أنا كوكب المريخ أحمر كالبطيخ، اسمي كوكب المشتري، أنا الأكبر هل تدري، أنا كوكب زحل لوني بني كالوحل، أنا اسمي أورانوس أميل حول الشمس، وأنا كوكب نبتون، أنا الثامن هل تعدون. نحن الكواكب الشمسية، سوف نغني لكم أغنية، غنوا معنا غنوا معنا، عددنا 8. يا 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 ما أحلى الأغنية يا حياة، ما أحلاها. اتعلمت إسي مش عن الكواكب؟ عن الكواكب الثمانية اللي بتدور حول الشمس. يا 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 عليك يا حياة. وإحنا اليوم
انت كمان اتعلمت كمان اشي صح؟ صح يا حياة خالص، انا فهمت انه لازم قبل ما اتخذ قرار يا حياة لازم افكر بالمشكلة. مشكلتي كانت اللعبة، هاي مشكلتي بديش حدا يمسكها، وانا لازم اختار يا اما امسك وافكر اذا مسكت شو رح يصير معي؟ هل رح اشعر بالسعادة بالفرح ورح اسعد غيري؟ ولا ما مسكش اتعس حالي واشعر بالملل وافلس وامل؟ ولا ايش؟ معناته اتخاذ القرار لنحدد مشكلتنا، وبعد ما نحدد مشكلتنا في عنا خيارات، يا اما نختار الخيار الاول اللي يكون مناسب لنا، مفرح وامن لنا وغير مزعج للاخرين، او الاختيار الثاني، وبالنهاية لازم نفكر منيح 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 ونتخذ القرار. رأي أحسن. ماذا أيضا؟ تعرف؟ تعال نشوف يا مشمش، لو نفرض إنه أختك مسكت لعبة، شو رح يصير؟ هاي هي مشكلتك، مسكت لعبتك دميتك. في عنا خيارين، يا إما منشلحها أو منشاركها أو يمكن في خيار آخر. إذا حدا سخر منك، ياي سخر مني حدا؟ يا إما بسخر منه يا إما بفكر بطريقة ثانية. معناته يا مشمش، صحيح لازم الواحد يفكر عن جد ما يأذيش حاله قبل ما يتخذ قرار ولا يأذي الآخرين. كان معك بالونات وتفرقعت البالونات، شو رح تعمل؟ مشكلة إنها تفرقعت بالوناتك، تبكي؟ لا بديش أبكي. تروح تجيب مصاري تحضر مصاري كمان مرة وتشتري كمان؟ تكتفي في الموجود؟ صح يمكن اكتفي. وكل واحد بيختار القرار المناسب لإله، شرط ما يأذي حدا ولا يأذي غيره، صح؟ صح. نفرض انت رحت على الدكان وكنت حابب تشتري حلويات ولم يتبقى معك نقود، شو بتعمل؟ تاخذ غرض بدون استئذان؟ لا ولا ايش؟ عن جد الواحد لازم يفكر منيح 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 قبل ما يتخذ قرار. صحيح يا مشمش، وإسا فهمت علي شو يعني اتخاذ قرارات؟ فهمت كثير كثير يا حياة. صار إسا لازم نودعكم ونقول للأطفال الحلوين إلى اللقاء إلى اللقاء إلى اللقاء إلى اللقاء إلى اللقاء.